كما تعلم الجميع بالتحدي اللي قمت به، او بالاحرى الرحله الافريقيه بزيرو درهم اللي لا زالت راسخه في الاذهان ديال جميع المغاربه جميعا بدون استثناء، اللي الكل اليوم يتحدث عن تلك التجربه. يعني تتكون الانسان كيفاش جاتني هاد الفكره باش انني نحتفل حتى انا كجميع المغاربه بعوده المغرب للدول الاتحاد الافريقي. الكل عبر بطريقته الخاصة، كل كاين اللي عبر بالسهرات، كاين اللي عبر بالاحتفالات. محمد جديك هو ما يعرف الجميع، هو واحد الشاب اللي قرر باش يعمل واحد التحدي نحو الدول الإفريقية احتفالا بعودة المغرب لدول الاتحاد الإفريقي وبزيرو درهم. يعني التجربة اللي خلاها تكون مثيرة جدا ومغامرة شيقة هو التجربة ديال زيرو درهم. يعني كما تعلم الجميع محمد جدي شاب تقني عاطل عن العمل، ما عنديش الامكانيات باش نمشي ونحتفل حتى انا كباقي الاخوه المغاربه. قررت ندير هذا التحدي اللي غادي نحكي لكم كيفاش عشت التجربه وشنو الصعوبات اللي دزت منهم والحمد لله تنحمد الله مني باني باقي عايش ومازال على قيد الحياه ومتواجد بارض الوطن. كيفاش جاتني الفكره؟ هو انني ذات يوم مريح في المقهى عادي كجميع الاصدقاء، كنشوف الجميع المغاربه يحتفلون بعوده المغرب دول الاتحاد الافريقي. قررت باش نمشي من مدينه الفقي بن صالح حتى لداكار السنغاليه مشيا على الاقدام وبالاوتوستوب وبصفر درهم. داكشي جا كما تيكونوا نكونوا شويه بعيدا عن لوعات الخشاب، وهذه جا بسرعه. يعني تقريبا فاش اتخذت القرار باش نمشي لافريقيا ونغامر بالحياه ديالي على ما اظن 30 دقيقه. تشاورت مع بعض الاصدقاء، تشاورت مع الاهل ديالي، توكلت على الله، جمعت الباكتاج ديالي. كما تعرف الاصدقاء انا تندير تريب داخل المملكه المغربيه، جمعت الباكتاج، جمعت المواد الغذائيه اللي غنحتاج، الماتيريال، لا طونش ديالي، الساك، ساك كوشاج، الكومبينغ غاز، يعني كاع لي مويا اللي غنحتاج في الطريق. حدمنا واحد الاحتفال صغير قبل الانطلاقه رفقه الاصدقاء ابناء الشعب اللي تنحييهم من هذا المنبر، ابناء مدينه القبل صالح اللي تنقدم لهم تحيه خاصه. توكلت على الله، كانت الانطلاقة لمدينة سوق السبت اللي بعيدة على الفقي بن صالح ب 25 أو حوالي 30 كيلومتر. تمكنت باش نحصل على وسيلة نقل أوتوستوب لمدينة سوق السبت. فاش وصلت لمدينة سوق السبت حسيت واحد الإحساس غريب جدا جدا جدا، إحساس غريب. سألت نفسي قلت أنا واش محمد هاد العمل غينجح لك، هاد التحدي غينجح؟ كنت نفكر أنني نحبس، رغم أنني لازم باش نكون صريح بعيد على الدار ب 25 كيلومتر. والحمد لله بالعزيمه والاراده لقيت واحد مول الكارو باش هو اللي وصلني وداني واحد 25 كيلومتر، قربني لواد العبيد. وصلت لواد العبيد تما، وصلت لواد العبيد الحمد لله دبرت انا على مويان ترونسبور لقلعه سراغنا. وصلت لقلعه سراغنا بقيت نقلب نقلب نقلب، لقيت الاوتوستوب نيشان لمراكش. تنوصل لمراكش هنا تتكون المفاجاه، تلقى بان الفكره انتشرت والمغاربه متبعيني وابناء المدينه متبعيني. دخلوا الناس استقبلوني في مراكش، اللي من بينهم الاستاذ عمر عميري والصديق ديالي احمد ياسين الشهب اللي وفروا لي بزاف ديال المساعدات هذاك اليوم. وتمكنت انني باش نلقى وسيله نقل لمدينه اكادير من حسن الحظ ومن الصدف. فغادي نوصل لمدينه اكادير، كذلك غادي ندوز واحد النهار تما، غادي نشوف شنو اللي كاين، غادي نتقاتل على مويان ترونسبور لمدينه قلميم. بالفعل اصبحت في مدينه قلميم، دوزت يوم هناك رائع رفقه الاخوان بالاقاليم الجنوبيه اللي استقبلوني. من بعد قلميم مشيت لطنطا الوطيه، تما غادي يستقبلني واحد الصديق ابن مدينه الفقيه بن صالح يوسف برشاوي اللي بدوره وفر لي بزاف ديال المساعدات. ومن حسن الاقدار واحد الصديق ديالو كيفاش كان القصه جاي من الدار البيضاء غادي للعيون، غادي يطرقني لطنطان وغيديني معاه حتى للعيون اللي كانت تما صراحه يعني طريق ميسر.